عليكم. بفرح أنا وبسقطط لما أكون بتفرج على نجم من النجوم بيمثل أي دور في أي مسلسل وأكون مبهورة بيه وأشوفه على الحقيقة. فالحقيقة أول ما بشوفه بنبهر بيه انبهار الجمهور العادي، يعني ببقى فرحانة كده. وهي ضيفي اللي معايا النهاردة الحقيقة هو ممثل شاب ابتدى يمكن من شوية، لكن في رمضان اللي فات لعلع وجلجل وكلنا قعدنا نسأل مين الشاب القمر ده. الحقيقة كل الناس اللي في المسلسل اللي هو اشتغل فيه مفيش حد عمل شوت إلا لما لفت النظر، بس في ناس كده تبص تلاقوها رشقت في وجدانك. يعني ضيفي اللي معايا النهاردة أول ما شفته رحت أي موافة وضربت له تعظيم سلام، لأن الحقيقة أنا اتوحدت معاه لدرجة أن أنا صدقت أن هو ظابط. أنا ما تخيلتش أن أنا بتفرج على حد بيمثل، فلما شفته أنا قمت وقفت للشخصية اللي كان بيمثلها. شاب ما شاء الله ربنا يكرمه وإن شاء الله هيبقى ليه مستقبل مهم قوي. يلا بينا بقى نتعرف عليه. معايا معتز. اهلا استاذ نشوى. ازيك يا معتز؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. ايه الجمال اللي انت كنت عامله في مسلسل الاختيار ده؟ ربنا يخليك. الحمد لله. حقيقي انت من النماذج اللي الواحد يفتخر ويتشرف ان في ممثلين بالطاقه بتاعتك في جيلك ومحقق الحاله الحلوه دي. الحمد لله. والله انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي على المقدمه الحلوه دي، والكلام ده شهاده على صدري من حضرتك. لا والله، والله انا مش بجامل، انا جمهور يعني عادي والله العظيم بتكلم معاك كجمهور عادي. انت كنت عظيم في المسلسل. الحمد لله يا رب. طيب ما تيجي بقى نعرف الناس بيك، لان الناس عرفوك من خلال الشخصيه المقدم عاصم. الشخصيه اللي انت عملتها. لكن احنا عايزين نتقرب منك اكتر ونعرف اكتر. وفي صور معانا كمان شريهان الاستاذه رئيسه التحرير هتفرجنا على الصور اللي انت عملتها او الشخصيه اللي انت مثلتها. بس انا حابه اتعرف عليك اكتر، انت مين يا عم انت وكنت فين؟ انا اسمي معتز حسين. انا بدات في البدايات خالص الاعلانات اهو اهو. المقدم عاصم اهو معانا. بدات في الاول خالص الكلام ده من 11 12 سنه اعلانات. بدات الاول اعلانات. طب اقول لك على حاجه؟ اتفضلي. انا اول ما شفتك برضو اسم الله عليك ما شاء الله، يعني طولك وهيبتك كده، القطعيه بتاعت احمد عز امير كراره فاهم، تامر هجرس اللي هم الشرف ليه بقى الناس. والله يعني ان شاء الله يا رب يبقى لك نصيب وتبقى في نفس نجوميتهم باذن الله واحسن كمان ان شاء الله يا رب. فانا ابتديت الاول اخد ورش تمثيل ورك شوبس كتير جدا على مدار ال 12 سنه، ما وقفتش كل على طول بتشتغل وبتدرب نفسك وبتشتغل على نفسك. يعني بس في ورشه، اهم ورشه انت عملتها. انا اخذت اخر حاجه ورشه نقابه المهن التمثيليه، والحمد لله اخذت الورشه ونجحت. طيب تحيه بقى لورشه نقابه المهن التمثيليه اللي انا بنتمي ليها، وتحيه لسياده النقيب دكتور اشرف زكي، لان الحقيقه عامل مجهود عظيم. وفكره انه يعمل ورشه تدي علم لفنانين زيك اكيد دي كانت مختلفه. بص حضرتك، احنا استفدنا، لان احنا واحنا بنقدم في الاول كانت امتحانات قدام اعضاء اللجنه كلها واساتذه المعهد والدكاتره كلهم قبل ما يقبلوك. في الاول احنا بنخش بناخد الاختبار وبيتحدد لنا يوم ونروح نقف قدام الاساتذه. ليه بقى؟ معلش انا اسف، انا مش عايزه اقطعك، بس كل ادي الشباب الصغيرين البنات والولاد اللي عايزين يقدموا في ورشه نقابه المهن التمثيليه اللي هي اكتر الورش ضمانا، فيسمع كلام معتز علشان يفهم بالظبط. احنا كان لما رحنا المسرح كان بتعمل في مسرح النهار عشان ياخد يقضي العدد الكبير ده كله، فحضرتك بتاخدي مشهد من حوالي 40 50 مشهد، بتنقي المشهد اللي انت عايزه، اقري المشاهد كلها متعلقه على الحيطه وشوف ايه اكتر حاجه مناسبه ليك واعملها، وبيديك مساحه على الاقل اسبوع تقعد تحضر وتذاكر. تمام. دخلت طبعا وقفت قدام الاساتذه الكرام المحترمين اللي كان نفسي من زمان اكون تلميذ من تلامذتهم، والحمد لله عملت الاختبار وبعدها طلعت النتيجه ان انا اتقبلت. وكانت الدكتوره بتاعت طبعا اتشرفت ان انا يعني اخدت مع ورشه نقابه دكتوره هنادي عبد الخالق. يا هنادي دي ممثله عظيمه كمان. بالظبط، يعني هي ممثله طبعا شاطره وهايله وانا استفدت منها كتير. فخلصنا الورشه كانت مدتها حوالي 4 أو 5 أو 6 شهور اعتقد، وبنعمل برضو المشروع. محظوظ ان انت اشتغلت مع هنادي الحقيقه. طبعا انا استفدت منها طبعا.
يعني، والورشه مكثفه وبيبقى مرتين او ثلاثه في الاسبوع وشغل شغل. ايوه يعني مش، وكان عددنا كبير يعني، كل ورشه عددها حوالي من 20 ل 25 طالب. ما شاء الله ما شاء الله. وفي الاخر بنعمل الاختبارات وبتتعرض على اللجنه وهم بيقولوا مين اللي ننجح ومين اللي. طيب نيجي للاختيار بقى. اتفضل. معلوماتي من خلالك ان انت كفحت كفاح مرير عشان تكون موجود في الجزء الاول وما كانش في نصيب. دي حقيقة. وسبحان الله كان ربنا شايل لك الخير كله في الجزء الثاني، دور بالمساحه دي وتحقق فيه النجاح ده. احكي لي بقى رحله عشان الناس برضو تفهم انها ما جاتلكش على الساهل كده. لا طبعا. قول يا حبيبي. انا من السنه اللي فاتت عرفت ان في الاختيار مسلسل بيتعمل حاجه تبع القوات المسلحه الجيش وبتقلد استاذ امير كراره ونجوم تانية كتير. حاولت ان انا اعرف اوصل اقدم، مفيش يعني. يا سلام على الصور الجميله. مش عارف اوصل ازاي، وحاولت ان انا في الاخر قعدت من شهر 9 اول ما ابتدوا يصوروا لحد عرض المسلسل في رمضان ان انا حتى اخد جمله او اقول او اطلع حتى صامت. اقول لك على مفاجاه. فضل. انا كان من احلامي الحقيقه انا او اي نجم اكبر مني 100 مره الاختيار ده عمل عظمته في انه يبين لاولادنا المجهود العظيم اللي جيش بلدنا كان بيقاسيه وبيعمله عشان يحمينا احنا واحنا قاعدين في التكييف بنشرب نسكافيه. ده حقيقة. ده عمل وطني. فانا كان مثلا انا واحده من الناس اقسم بالله لو اتقال لي تعالي عدي مع المجاميع قدام الكاميرا ده هيبقى شرف وفخر. ففكره انك تسعى وانت بتقول انا كنت عايز ان شاء الله جمله. ان شاء الله حضرتك والله استاذ نشوى ان انا اعدي حتى ما اقولش حاجه بس ابان في كادر من اي كادر. وما حصلش نصيب و احبطت طبعا بصراحه. قلت يعني كان نفسي اشارك في العمل ده وما حصلش نصيب. جه بعدها مسلسل جمال الحريم. ايوه. كان استاذ اخراج استاذه منال الصيفي. طب خلينا برضو نبقى نرجع لجمال الحريم لان يعني في موقف محرج كده حصل. فخلينا نرجع بس نكمل في الاختيار. فلما جه بقى وقت الاختيار 2 وترشحت للدور وكنت رايح داني كانت طويله وشعر طويل وعملت ظابط. الدور كان على ظابط. فالحمد لله عجب الكاستنج دايركتور استاذ ابراهيم فرج. جميل. وعرضني على دكتور بيتر. قابلته فيس تو فيس. كانوا حتى داخلين يصوروا اول يوم واول ما شافني كده قال المقدم عاصم اهو هنظبط شويه حاجات في الشعر، هنبيض جبان خفيفه كده كده عشان يبان ان زي استاذ احمد فرق السن وكده. أيوه. مع بعض بان انا قائد بس اعلى منه شويه. ايوه. والحمد لله يعني طبعا اول يوم تصوير ليا في الاختيار كون بقى حضرتك لبست البدله وهبتدي بقى اتكلم دي حاجه تانية خالص. مسؤوليه يعني. شوفوا يا جماعه اذا فكره انك تمثل ومجرد ما لبست بدله الفخر والشرف طبعا شرطه او جيش فحس بانه في اتملى يعني حاجة. يعني مليت يعني البدله دي شرف. شرف ده عايز اقول لحضرتك والله العظيم يعني واحنا بنصور انا يعني البدله اهي. السلام يا سلام. كل مشهد من المشاهد دي واحنا لابسين يعني لابس الزي بتاع ماموريه او احنا في المعسكر حاجه كل مشهد ليه تحس ليه تقله ليه هيبته. انت مش طالع في سياق درامي بتتكلم وبتقول كلام. لا انت طالع بطل من ابطالنا. انت وراك حاجات. انت بتوصل رساله للناس. كل كلمه سوري. رساله. تمام. شيري اصلا بتكلمني وصوتها يعني ما كنتش سامعه بس الكواليس بقى. أي. شيري بتقول لك طب كلمنا على الكواليس علاقتك انت كان كل شغلك مع كمان ميكي او استاذ احمد. احمد ميكي عظمه. يعني عظمه هو كريم صراحه. طب كلمني عن مشاهد فضل العصام. احنا كان دكتور بيتر كان عامل مزج بين الواقع دي حقيقة. وبيعرضه زي ما هو وبين التمثيل بالظبط. وتحيه لبيتر ميمي الحقيقي مع حفظ الالقاب انت عظيم يعني وللكاتب كمان الحقيقه عملوا عمل يعني استاذ هاني سرحان. استاذ هاني سرحان. هاني سرحان. احكي لي بقى. انا فضل اعتصام رابعه طبعا كان احنا عشان برضو في حاجات برضو ناس كانت تعرفها احنا مش معانا السكريبت من الاول. ايوه. في حاجات بتجي لنا كده قبل عشان حاجات وتتراجع مره واثنين وثلاثه طبعا. فانا بالمظبوط بالمظبوط وحاجات احداث حقيقيه. اصل احداث حقيقيه بتتصور وانت بتعرض الاحداث الحقيقيه انت مش بالظبط يعني انت مش بتمثل يعني في احداث انت بتمثلها لكن في شطات دي متصوره بشكل فعلي بتتعرض علينا نشوفها لاول مره يمكن. بالظبط. فانا كنت مسؤول في فض اعتصام رابع عن خروج المتظاهرين خروج آمن. السلميين خروج امن عشان ناس بس كانت بتقول لي انت ليه عديت كان ريحته غاز انت ليه مش عارف ايه خدت الضابط لما في شهيد وقع ودخلته المدرع عشان احنا كنا في المنطقه عشان ناس برضو تفهمها. أيه. طلعوني خاين انت كنت مسؤول
عن خروج المتظاهرين السلميين. الحته دي منزوعه السلاح، فانا رايح بطمن الناس بقول لهم قدامي خمس دقائق فضل مش هضرب ذخيره حيه، الخروج امن يا حضرات اتفضلوا عشان الناس تقدر تخرج. ف احنا اتفرجنا طبعا انا قصدي ايه الكواليس، انت كانت صعبة. لما أنا كان صورتوا مشهد ده ممكن مش في يوم انا نزلت يعني. حضرتك من العربيه المدرعه وشفت عدد من البني ادمين مهول قدامي. انا يعني الكلام مش عارف ممكن ما اطلعش. علاقتك باحمد مكي احمد ايه بقى في الكواليس؟ لا استاذ احمد طبعا ممثل وفنان وانسانيا عظيم جدا. كنت اقول لحضرتك الحته دي بيساعدني، يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي كانت بتحصل مثلا واحنا في البروفا او واحنا بنصور ممكن انا اغلط في حاجه انسى يعمل هو حاجه عشان يبقى الكيو من عنده هو مثلا، او غلط عشان انا اعيد يعني بيحاول يجيب الغلط عليه عشان انا اقف واخد وقت تاني. انسان عظيم بيساعد يعني، ربنا يكرمك. لا وقبل واحنا برضو قبل التصوير بنقعد نضحك ونهرج، ويعني كانت برضو العلاقه بيننا الحمد لله كانت كويسه جدا وانا مبسوط ان انا اشتغلت معاه طبعا. طيب بشكل سريع للاسف الوقت قرب يخلص. جمال حريم ايه الموقف المحرج اللي حصل لك عشان الناس تبقى عارفه معانا؟ انا اشتغلت في مسلسل جمال حريم، كان طبعا اخراج استاذه منال الصيفي. عظيم مبسوط ان انا اشتغلت مع استاذه منال. تحيه لمنال الصيفي طبعا وكل نجوم المسلسل. انا كانوا فاكرين ان انا اعمى بجد كفيف. انا كنت وقت عرض المسلسل ما كنت امشي في الشارع او اي حاجه. صور اهي. هو انت حضرتك بتشوف بجد؟ احنا ليه بنقول احنا كنا بنقول هم ليه جايبين فعلا شاب كفيف؟ ده حضرتك شايفنا؟ عظيم والله العظيم. فطبعا بحس ان انا ما انا بقول لك ان انت انا حسيت ان حضرت الظابط داخل علينا يعني. فتعظيم سلام، انت من نعم ربنا عليك ان انت بتتلبس الشخصيه، انت مش بتمثل. قد درجه صدقك قد ما بيوصل ده للناس فبتحس فعلا. طب ايه جديدك ولا لسه؟ والله بص حضرتك لسه ما فيش حاجه رسمي اتعمل، بس اتكلمت مع كذا حد في حاجات في السينما وفي حاجات في الدراما. سينما نفسي اشتغل سينما. وانت ليك تجارب في السينما؟ ايوه فيلم واحد بس كان فيلم مراتي وزوجاتي بطوله استاذ رامي جلال اخراج استاذ معتز التوني. تمام. الفيلم ده كان من 12 سنه او 10 سنين. انا مش عايزه اقول لك ان انت وقفت كده فتره، بس انت وقفت فتره ابتديت وقفت، بس فكره انك تبقى مصر عندك اصرار على حلمك، مفيش احباط مفيش ياس، حتى لو كانت كل الامور اللي حوالينا ممكن تكون محبطه ممكن تيأسنا، واحد تاني هيقعد يعيط في البيت وينام ويبص في السقف. معتز بيكافح على حلمه. الدنيا مش وردي خالص خالص. يعني انا عايز اقول لزمايلي برضو اللي في سني واصغر ولسه في كل المجالات خليك ورا حلمك ما تيأس. ممكن البيبان تتقفل في وشك 100 مره، بس خليك برضو على يقين سبحان بالله وسبحانه وتعالى ان انت هتجيلك الفرصه ان شاء الله. هتيجي انا يعني فرحانه جدا ان انا قابلتك ليك. والله فرحانه شفتك على الحقيقه معتز. وان شاء الله يا رب يعني يكون كده في فرصه السنه الجايه نقعد مع بعض ونتكلم على نجاح جديد من نجاحاتك. بس ما تقنعرش بقى علينا. لا خالص ما اقدرش. لا انت راكب الاوبجيكتيف ده مين انتوا؟ لا 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 هتيجي معانا؟ اجي مع حضرتك ان شاء الله. انا بشكرك. لا انا بشكرك بجد، مبسوط ان انا كنت مع حضرتك استاذه نشوى، وحلقه جميله جدا جدا، واتمنى بجد ان انا اكون مع حضرتك تاني يا رب في نجاح كبير يا حبيبي. ان شاء الله ان شاء الله. للاسف فقره زميلي واخويا العظيم معتز حسين خلصت. كنت اتمنى انها تكون اطول، بس معلش ان شاء الله هيجي لنا بقى السنه الجايه وهو سوبر ستار باذن الله. استنونا الفقره الجايه ان شاء الله، راجعين لكم على طول.